قديم الزمان، فتاة اسمها سندريلا. كانت سندريلا تعيش مع والديها إلى حين توفت والدتها. أصبحت سندريلا حزينة جدا، فأعتقد والدها إن سندريلا قد تكون سعيدة إن كان لديها أم، فتزوج بامرأة لديها ابنتان. في البداية كانت زوجة الأب لطيفة جدا مع سندريلا، ولكن بعد وفاة والد سندريلا ظهرت زوجة الأب على حقيقتها القاسية. فقد بدأت تعامل سندريلا كخادمة. سندريلا المسكينة لم يتبقى لها أحد غير الفئران والعصافير الذين أصبحوا أصدقاء لها، يساعدونها في تنظيف المنزل. بالرغم من قسوة زوجة أبيها، استمرت سندريلا على لطفها وطيبتها. لم تفقد الأمل إن يوما ما حلمها بالسعادة سيتحقق. كانت دوما تغني وتقول: الحلم يا ما نتشوفها وانت فايس النوم، في الحلم بدوم أحزانك والهنا ساعتها يدوم. قلبك لو سدى أحلامك تتهنى ويهافي يوم، مهما في قلبك كان أحزان لو بالأمل مليان تتحاسب. يريده أن يكون جاهزا ليتخذ مكانه في الحكم. كان مساعده يقول له: أعتقد أنه من الأفضل للأمير أن يجد الحب في الوقت المناسب بدون أي تحكم. لا أعتقد أن الأمير سيرضى بهذه الفكرة، قال له الملك. إن الأمير لا يجب أن يعلم بكل هذه التفاصيل، هو فقط يجب أن يحضر إلى الحفلة، فهو قد يقابل فتاة تنال إعجابه. فانتشر الخبر وعلم جميع سكان المدينة أن الأمير سيختار فتاة واحدة فقط محظوظة خلال حفل راقص. بينما سندريلا كانت تنظف المنزل، سمعت طرق على الباب، فقال الرجل: هذه رسالة من القصر.
سندريلا أخذت الرسالة إلى زوجة أبيها. قامت زوجة أبيها بقراءة الرسالة. كل فتاة مدعوة للحفلة. ففرحت سندريلا وقالت: هذا يعني أنني مدعوة أيضا. قامت الابنتان بالضحك ويقول: أنت يا سندريلا؟ فقالت: نعم، ولما لا، فأنا جزء من هذه العائلة. ولكن زوجة أبيها قالت: معك حق يا سندريلا، إن كنت تستطيعين أن تنهي جميع أعمال المنزل، وإن كان لديك فستان جميل تستطيعين الذهاب معنا. فرحت سندريلا وقالت: نعم أستطيع، نعم. ذهبت بسرعة لتنجز جميع أعمال المنزل، وأسرعت إلى غرفتها لتجهز فستانها. كان فستان والدتها، ولكن كان قديما ويحتاج بعض التعديلات. كلما حاولت سندريلا أن تبدأ بالخياطة، قامت زوجة أبيها بندائها وتأمرها بأعمال إضافية في المنزل. كانت تريد أن تعطيها أعمالا إضافية لكي لا تستطيع الذهاب إلى الحفلة، ولكن الفئران والعصافير قرروا أن يساعدوا سندريلا وبدأوا بخياطة الفستان. عندما انتهت سندريلا بأعمال المنزل فرحت كثيرا. أسرعت إلى غرفتها ووجدت فستانها جاهزا وجميل، فلبست الفستان وأسرعت لتنضم إلى زوجة أبيها والأختان لتذهب معهما للحفلة. ولكن عندما رأى الابنتان سندريلا بفستانها الجميل غاروا كثيرا وبدأوا بتمزيق فستان سندريلا. حزنت سندريلا كثيرا، تركوها وذهبوا إلى الحفلة. ركضت سندريلا إلى حديقة المنزل وانهارت بكاء. بدأت تبكي كثيرا وتقول: أنا حاولت وفشلت، بدأت أفقد الأمل. فجأة الساحرة الطيبة ظهرت لها وقالت لها أن تمسح دموعها لأنها سوف تذهب إلى الحفلة. قالت سندريلا: وكيف أذهب؟ فستاني ممزق وليس لدي عربة لتأخذني للقصر. قالت: لا تقلقي. أظهرت الساحرة عصاها السحرية وأعطت سندريلا فستانا أنيقا جدا وعربة جميلة جدا. ولكن الساحرة حذرت سندريلا وقالت لها إن السحر سوف يزول بعد منتصف الليل، فيجب من سندريلا أن تغادر في ذلك الوقت. فوافقت سندريلا وشكرت الساحرة وأسرعت إلى الحفلة. وصلت سندريلا إلى الحفلة وادهش الجميع بجمالها، خاصة الأمير، فطلب من سندريلا الرقص ووافقت. بدأوا يرقصون: بينما كانت ترقص مع الأمير ذهبا ليتجولا في الحديقة وشعروا بانسجام شديد لتركوا.
لدرجة أن سندريلا نسيت الوقت تماما. فجأة سمعت صوت الساعة عال جدا وتذكرت تحذير الساحرة، فأسرعت بالرحيل. قالت للأمير: أنا آسفة، ولكن يجب أن أذهب الآن. قال لها: انتظري. لم تسمعه سندريلا، أسرعت بالركض وسقط منها حذاؤها، لكن لم يكن هنالك وقت كافي، فاستمرت سندريلا بالركض ودخلت العربة ووصلت المنزل وزال السحر وعاد كل شيء مثل ما كان. الأمير غير حذاء سندريلا، فاستدعى الأمير نائبه وطلب منه مساعدته في البحث عن صاحبة الحذاء. فعلم جميع فتيات المدينة بأن الأمير يبحث عن صاحبة الحذاء. فعندما وصل الخبر لمنزل سندريلا، فرحت جدا سندريلا. علمت سندريلا أن بعد صبر طويل حلمها بالسعادة سوف يتحقق، ولكن زوجة أبيها لاحظت أن سندريلا كانت فرحة جدا، وبدأت تشك في سندريلا. فجأة طرق الباب وكان بالأمير ونائبه يبحثون عن صاحبة الحذاء. فأسرعت زوجة الأب بإغلاق الباب على سندريلا. تفاجأت سندريلا وقالت لها: لا أرجوك، لا أرجوك افتحي الباب. ولكن لا جدوى، قرر الفئران أن يساعدوا سندريلا بأن يجدوا المفتاح ويحضروه لسندريلا. بدأ الأمير والنائب إعطاء الحذاء للابنتان لكي يلبسوا الحذاء، ولكن الابنتان كانوا بغير مقاس سندريلا. فغضبت الأم وقال النائب: إذن سوف نذهب الآن، هل هنالك أي فتاة أخرى في هذا المنزل؟ فقالت زوجة الأب: لا يوجد أحد آخر. ولكن فجأة سندريلا استطاعت أن تخرج من الغرفة بمساعدة الفئران. استطاعت سندريلا فتح الباب والإسراع إلى الأمير وقالت: هل بإمكاني أن ألبس الحذاء؟ فقال لها: بالتأكيد. لكن زوجة أبيها لم ترد سندريلا بأن تقيس الحذاء، فأخذت الحذاء ورمته فانكسر الحذاء. فقالت سندريلا: لا بأس، أنا لدي الحذاء الآخر. ترارا. علم الجميع أن سندريلا هي الفتاة التي كانت ترقص مع الأمير. ذهبت إلى القصر وتزوجت الأمير وعاشا بسعادة إلى الأبد. إذا عجبتكم القصة لا تنسوا اللايك والسبسكرايب، زر الجرس، باتريون إذا حابين تدعموني، الرابط في الأسفل. شكرا.
ضحكي على سندريلا وقالوا أنت يا سندريلا، وشعروا وصلت المنزل وعاد كل شيء زي ما كان مثل ما كان.